مرحبا، رح اعمل انا وياكم الروست بيف او لحم الروستو، ورح اقلكم كيف تطلع معكم من جوا جوسي وطريه. قبل ما اقلكم على الطريقه، ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه. منجيب لحم الروستو من الملحمه، بتكون هي القطع جاهزه هيك. بننشفها اول شيء من اي رطوبه عليها. لحم الروستو عاده بيكون من فخذ البقره لانها بتكون مخدي هذا الشكل من اللحم، وفيها كولاجين أقل وطبخة أكيد أسهل. منحط أول شي عليها ملح خشن وفلفل أسود من جميع الجهات. منحط زيت زيتون بالطنجرة وننطر لما يحمى الزيت منيح، بعدين منحط اللحمة بقلبها، نتركها شوي لما يتحمر أول وجه، بعدين منقلبها. بتاخد عملية التشويح تقريبا 8 دقايق. بعد ما تحمرت اللحمة واخدت لون منشيلها. بنفس القلي منحط زبدة، لما ندوب الزبدة منحط عليها الخضرة. فيكن تحطوا الخضرة اللي بدكن اياها، انا هون رح احط بصل، بعدين جزر وبطاطا وتوم. منشوحهم لما ياخدوا لون. التشويح بيعطي نكهة كتير طيبة للمرأة وللحمة كمان. بعدين بحط عليهم الروزماري ومرقة اللحمة. إذا ما في مرقة لحمة بتقدروا تحطوا مي عادية. مرقة اللحمة بتجيبوا، إذا حابين تعملوها بتجيبوا شوية عظام مع بهارات وبهارات حب يعني، وشوية خضرة، بتسلقوهن وهيدي المرقة بتستخدموها للطبخ. بعدين بنعمل هالحركة عادي، بنحف أرض الطنجرة بحيث يطلع أي شي ملزق فيها. برجع بحط هون 3 حبات بصل لحتى يكونوا تحت اللحمة، وبحط بعدين لحم الروستو عليها وبحط لها بهارات حب. فيكن تحطوا البهارات كمان اللي بدكن اياها. هون حطيت انا ورق غار وهيل وأول سبايس، حطيت كمان قطعة قرفة، وبحط كمان هون فليفلة، وبرجع بكمل مي مرقة اللحمة أو المي، وبحط هوني كمان ورشستر صوص. طبعا محتاجة بعد مي، رح أرجع أعبيها. وحطيت على وجه الروزماري، رح أرجع أحط لها سلري وزعتر أخضر. بغطي الطنجرة وبحطها بالفرن، حميته بالقبل درجة حرارة 180 مدة 3 ساعات إلى 3 ساعات ونص حسب درجة الاستوى اللي بدكن إياها. بعد ما بتستوي اللحمة منطفي الفرن ومنخليها مدة نص ساعة لترتاح بقلب الفرن. بعدين منحطها برا الفرن، منخليها مدة ربع ساعة. بهالحركة بتتأكدوا إنه اللحمة بتضل طرية وبترجع العصارة لجوا اللحمة، يعني ما بتفقد أي عصارة وأنتوا عم بتقطعوها، وبتطلع معكن طرية وطيبة. بعد ما طلعتها من الفرن وبردت، انا رح اسحب هون الصلصة اللي حواليها لانه بدي اعمل صوص منها. حطيت المرقة تبعتها على النار وبحط فوقها شوية نشا، يعني حطيت معلقتين نشا وشوية مي، خلطتهم وبحطهم فوق الصوص وبحريكهم لما تجمد عنا. هون بعد ما جمدت عنا رح حط لها شوية من ورشستر صوص، بحريكهم وهيك الصوص بيكون جاهز عنا. هون
هون بعد ما قطعتها بس كانت بعدها سخنة، حبيت فرجيكم كيف لونها من جوا وكيف طرية. بتقدموها مع الصوص اللي عملناه والبطاطا المهروسة أو الريزوتو، كمان فيكن تاكلوها بردي أو تقطعوها شرايح رقيقة وتعملوها سندويشات مع صوص المشروم والبرجر. بتمنى تكون طريقتي عجبتكم واستفدتوا منها، وصحتين وعافية.